ازيكم يا مواليد برج الحوت، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا. النهارده هنتكلم عن توقعات برج الحوت ليوم الجمعه، اليوم الاول من شهر اكتوبر تشرين الاول. روحك حريصه وما بتقهرش، وبالتالي لا يمكنك الاستسلام لاي نوع من السيطره النهارده. انت مش بحاجة للقيام بذلك حتى، انت روحك حريصة وما بتقهرش. انشر الحب والسعادة بين الاخرين وسوف تستعيدها بمقياس جيد. يعني كل ما تحاول تنشر الحب بين الناس من حول بعض، انت هتستعيد الحب ده من كل الجوانب وبكل المقاييس اللي انت اديتها. عشان كده حاول انك تضيف بعض الالوان لحياتك العملية التي تدمن العمل الاب الابيض والاسود. يعني لازم تدخل شوية ألوانات في حياتك وما تكونش جدي وحذر طول الوقت. لازم يبقى فيه شوية مرح، شوية فرح في الشغل من خلال القيام برحلات قصيرة مع زملائك. ممكن عشان تكسروا الأبيض والأسود مع زملائكم تخططوا لرحلة صغيرة. عاطفيا عليك أن تحترس من أعصابك النهاردة، ويمكنك أنك تنتقد شخص قريب منك النهاردة، وبرضو قد يتأذى الشريك مع أعصابك. حاول أنك تشرح لشريكك أن ذلك كان نتيجة انطلاع بعض المشاعر التي تم تجاهلها في الماضي. يعني أعصابك أنت مشتدة بسبب تراكمات بينك وبين الشريك أدت إلى اندلاع بعض المشاعر اللي أنت متجاهلها من فترة طويلة. ارتدي اللون الأزرق في جميع ملابسك النهاردة أو في جزء بسيط. ممكن ده يخليك تتحكم في عواطفك، أو إذا كان لا يمكنك السيطرة عليها راقب شدتها على الأقل. مهنيا أنت تعرف أهمية الوقت، واليوم قد تعمل على تحقيق هدف ما. النهاردة قدامك هدف لازم توصل لي. أنت النهاردة على الطريق الصحيح، لازم تعمل بجد. النجاح مش بعيد، وضعك المالي هيستقر، ولذلك قد تكون مهتم بالمخاطر فيما يتعلق بالتداول والأسهم. لكن وقد تظهر طريقة جديدة للدخل اليوم. النهاردة هيظهر لك شغل جديد، ممكن انك تستشر من تتمنى لك قبل المضي قدما. يعني هتلاقي فرصة حلوة جديدة النهاردة انك تدخل لك فلوس. لازم بس تستشر اللي بيحبوك عشان يرشدوك في الموضوع ده. صحيا النهاردة في سلسلة من الأحداث والحفلات الرسمية بتزعج جهازك الهضمي، وده بينشأ فيك إحساس بالغيرة عندما ترى بعض المناسبين والرائعين من حولك. ما تعطي مساحة لمثل هذه السلبية. اخبر نفسك انه ايضا تحقق نفس الشيء من خلال تمارين منتظمة. يعني لو لقيت حد جسمه ممتاز، صحته سليمة، ما تطمعش فيه ولا تقول يا ريت انا ابقى زيه. لا، انت تحاول مع نفسك ومع تمارينك المنتظمة، وتقلل الحلويات والأطعمة الزيتية اللي بتعتبر مسؤولة بشكل رئيسي عن انها تفسد صحتك. لو مشيت بكل التمارين المنتظمة والنظام الغذائي الصحي السليم، هتوصل للي انت عاوزه اكتر. عشان كده ما تنزعجش، كل واحد ليه طريقته في الحياة. انت عشان توصل لهدفك لازم تثابر وتوصل ليه.